الظهور البلد اللي حضرتك بتحب الروايح. تمام، هتكلم النهارده حضرتك دخلت مشتل، اقول لك على لون معين او لون معين في الورد تجيبه وانت مطمئن ان هو ده ليه ريحه تفضل. اول حاجه انا هتكلم على ادي اللون البامبا، يعتبر ده من اقوى الروايح الورد البلدي. تمام، خش عليا كده، ده الورد ده الزهره بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا قطب عثمان من قناه البستان الاخضر، دائما بشكر حضراتكم على تفاعلكم في القناه. ان شاء الله طبعا احنا في فصل الشتاء خلاص. طيب، عايز اعرف النهارده هتكلم على الورد البلدي، هتكلم على اهم ثلاث نقط مهمين جدا عشان تحافظ على التزهير. زي ما حضرتك شايف كده، احنا دلوقتي في فصل الصقيع يعني فصل الشتاء، والحمد رب العالمين من داخل المشتل عندي الزهور مظهره زي ما حضراتكم شايفين. هتكلم النهارده على ازاي ان انت تحافظ على كميه الزهور دي، تحافظ على الاوراق. تمام، طبعا يا جماعه الورد كمان شهر هيبقى من انواع الورد، يعتبر من انواع المتساقطات، يعني كمان شهر مش هتلاقي فيه اوراق، هتلاقي فيه اوراق خفيفه خالص. طيب، ازاي احافظ على منظر الزهور دي بنفس الطريقه دي؟ اول حاجه يا جماعه انا اخفف الري شويه، اخفف الري شويه، عشان لو زودت الري، لو زودت الري في الشتاء بالذات هيبدا فيه اصفرار للنبات. تمام، ثانيا هيتاثر على الجذور وممكن تعمل موت او زبل للنبات. طب اعمل ايه؟ انا اسقي في الاسبوع، اسقي في الاسبوع مره واحده بس للورد، مره واحده بس للورد، وبلاش ان انا اجيب الميه على الاوراق، اخلي الميه على الجذور نفسها. طيب، المرحله الثانيه انا اهتم بالرش الاحماض الامنيه او رش الحديد، يعني اهتم بالعناصر الورقيه للنبات. تمام، او التسميد مثلا زي تسميد الام بي كي بس على خفيف. اهم حاجه عندي ان انا اهتم برش الاحماض الامنيه لاي نبات. احماض امنيه يعني مكمل غذائي للنبات، يعني النبات او الزهور او لو عندك في الفيلا عندك اي نباتات سهل ان هو العصاره بتاعت نبات يمتصها، هتلاقي صوره الاحماض الامنيه فوق. طيب، المرحله الثالثه اللي انا هتكلم عليها، لو انت حضرتك النهارده رحت في مشتل وعايز تعرف افضل انواع الروائح للورد، انا معايا دلوقتي الورد اللي هو اللون الاورنج واللون اللي حضراتكم شايفين، ادي اللون الاورنج واللون الاصفر واللون البامبا، وفي عندي الابيض بس مش موجود دلوقتي. طب انا عايز اعرف ايه الالوان اللي بتطلع ريحه، افضل الالوان اللي بتطلع ريحه اللي انا اخدها تعمل ريحه جذابه عندي. عندي لونين مهمين جدا لو حضرتك هتروح مشتل تجيبهم. اول لون تعالى كده هو البامبا. البامبا زي ما ده البامبا ده في بدايه التزهير بتاعته. تمام، ده بقى البامبا في نهايه التزهير بتاعه زي ما حضراتكم شايف، يعني دي تقعد معاك اسبوع، بتقعد لاطول مدى، تقعد معاك اسبوع، دي خلاص دي على نهايه الاسبوع، يعني دي معاها مثلا يومين ولا حاجه وتلاقي الزهره بتاعتها وقعت. طيب، الالوان دي اللي انا بتكلم عليها، يبقى عندك البامبا ريحته جذابه، الاحمر الداكن هو مش موجود، هو خلصان عندي حاليا من المشتل دلوقتي لانه محبوب، الاحمر بالذات الاحمر الداكن اللي هو بيسموه دم الغزال ده برضو ريحته جميله جدا، بس هو خلصان من عندي دلوقتي، هتلاقي الصوره بتاعته فوق. اللونين دول البامبا الاحمر الداكن هم دول اللي حضرتك لو هتروح لمشتل وعايز تشم ريحه ورد بصراحه قول له انا عايز اللونين دول، اللون البامبا او الاحمر الداكن. طيب، هتتكلم على اللون الاورنج والاصفر والابيض، ريحتهم بيعتبر معدومه، منظر فقط، ريحه بسيطه جدا، ما لهمش اي يعني ريحه، يعتبر 10% 10% من الريحه بتاعتهم لا تذكر. لكن انا لو عايز ريحه كويسه عندي في الفيلا او في المنزل عندي او في الحديقه عندي، يبقى اختار البامبا واللون الاحمر الداكن، هتلاقوا الصوره بتاعته فوق. انا